والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. بشكل أساسي في حلقة اليوم راح نستهدف الحديث عن مفهوم واحد بس، هو يعني إيه إكسبريشن. الموضوع طبعا متأخر كتير جدا، وأكيد الناس عندها خلفية كبيرة عن موضوع الإكسبريشن. احنا بس هنحاول ندردش مع بعض كده، بنحاول يعني ايه ازاي نفكر الناس بيعني ايه إكسبريشن علشان الناس ما تستغربش من الكلمة. إكسبريشن يا جماعة تيجي بمعنى تعبير، وهم هنا بيقولوا لي ان الإكسبريشن ده اهو كالتالي: An expression is any valid unit of code that resolves to a value. يعني تعبير، هو معناها تعبير، يعني معناها حاجة بتعبر عن حاجة، هي أي وحدة كود مكتوبة بشكل سليم بتدل على قيمة أو بتقيم قيمة. حلو كده، جميل. جافا سكريبت هم كاتبين لي هنا في مكتبة MDN بيقولوا لي والله إن جافا سكريبت ليها طريقتين، have two types، ليها طريقتين of expressions عشان تعبر على التعبيرات. تمام، right. ايه بقى هما الطريقتين دولت؟ الطريقة الاولانية اني اكتب مثلا اكس بتساوي 7، اكس بتساوي 7، دي اول طريقة. ده يا جماعة عبارة عن expression، ده عبارة عن تعبير، variable واوبريتور وقيمة، الكوكتيل الجميل ده بيطلع لي expression. لكن الاكسبريشن دايت بنفسه بذاته مش ستاند الون، ما بيدلش على قيمه، لازم أن يدخل، يعني اقصد مش بيدل على قيمه، مش بيجري عمليه حسابيه بحد ذاته. اول ما استخدم معاه مثلا كلمه من الكلمات او حاجه من ضمن الجمل، ساعتها بدأت تبقى ستيتمنتس. تمام، وده اللي احنا بصدد ان احنا نحكي عنه الحلقه اللي جايه. يبقى الستيتمنت من ممكن يكون من مكوناتها او اساسي ربما من مكوناتها اكسبريشن او اكتر. لكن ادي اول نوع، اكس بتساوي 7، ده عباره عن تعبير منطقي او اكسبريشن زي ما بيقولوا كده، والاكسبريشنز انواع زي ما احنا هنعرف. الاكسبريشن اكس بتساوي 7 ده عمل ايه؟ بيقول لي استخدم الاوبريتور يساوي علشان يسند القيمة 7 للفاريابل اكس، يعني الفاريابل نفسه هيقيم ها او هيجري عملية حسابية اللي هي المساواة ها او هي لمين؟ للفاريابل اكس، فهيسند القيمة دي ها، يعني الفاريابل نفسه هينفذ معامل ارتباط يساوي على المتغير اكس ويديله القيمة اللي على اليمين، والكلام اللي احنا كنا بنحكي فيه ده. الطريقة الثانية 3+4، ده عبارة عن مثال. في المثال ده استخدمنا الاوبريتور زائد علشان نضيف القيمة اللي على الشمال اللي هي 4 على القيمة اللي على اليمين اللي هي 3، من غير ما طلع ناتج اللي هو ناتج 7 في فاريبل، لا من غير ما طلع الناتج 7 في فاريبل. حلو جميل، نيجي للناحية التانية بيقول لك جافا سكريبت has the following exception categories. جافا سكريبت لها categories معينة في في موضوع ال variables. ايه بقى ال categories اللي ليها ديت يا جماعة؟ أولا بيقول لي هو arithmetic، يعني رياضية، ودولت بيخضعوا لل arithmetic operators. تمام، ده اول شق. يبقى الارثمتيك اكسبريشنز ديت عباره عن تعبيرات، التعبيرات ديت بتيفالويت تو ا نمبر، يعني بيتم اسنادها او بتقارن ما بين الارقام، هي كده تمام كده. فبالتالي بتستخدم طالما في اكسبريشن يبقى في بيكون دايما معاك اوبريتور، زي ما احنا قلنا من شويه دي اكس بتساوي 7 في معامل ارتباط منطقي في النص اللي هو يساوي 3+4 في معامل اللي هو كان عباره عن الزائد. تمام كده، الارثمتيك يا جماعه ده بايفالويت النمبر، ده وظيفته ان هو يقيم الارقام باستخدام مين؟ الارثمتيك اوبريتورز. طيب الجانب الثاني، النوع الثاني او التصنيفه الثانيه بتكون عباره عن السترينج، وديت بتيفالويت مين؟ بتشيك على الكاركترز باستخدام مين؟ السترينج اوبريتورز. وسبق وان احنا اتكلمنا عن القصص دي. الحاجه الثالثه لوجيكال،
اللوجيكال ديت منطقيه باستخدام اللوجيكال اوبريتورز اند النوت والكلام ده. البرايمري اكسبريشنز ديت عباره عن كلمات، كلمات بتدل على ايه، على 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 اكسبريشن، زي مثلا كلمه this لما احنا حكينا فيها. والنقطه الاخيره بتكون عباره عن الليفت هاند سايد اكسبريشنز. ديت الموضوع اللي عايزين نوصله بشكل اساسي كده قبل ما ندخل على مين، على موضوع الستيتمنت. وافتكر ان انت عديت عليك موضوع الاكسبريشنز، يعني مثلا لو انا حكيت في جمله زي مثلا جمله اف، لما كنا بنقول اف بعدين كنا بنقول كونديشن، نفتح الكيرلي بريسز ونكتب كود بلوك اهو. الكونديشن ده يا جماعه هو ده، الكونديشن ده عباره عن اكسبريشن، تعبير، عبارة عن تعبير. انت بتقول مثلا والله اف مش عارف اكس بيساوي مثلا واي، اكس بتطابق 7 مثلا. الكلام ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكسبريشن. يبقى الاكسبريشن هو زي ما احنا قلنا جزء من ما نطلق عليه في الحالة ديت جملة اف ستيتمنت، او اف ستيتمنت جملة اف. يا رب اكون وفقت في توضيح مفهوم الاكسبريشن او التعبير. والتعبير مش شرط يكون تعبير منطقي، ممكن يكون تعبير نصي، ممكن يكون تعبير رياضي، الكلام ده. انت بتحكم عليه تعبير منطقي ولا تعبير نصي ولا تعبير رياضي، او بتشوف الاوبريتورز ومكونات التعبير. تمام كده؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.